السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. إسرائيل تسرق غاز لبنان والفراغ السياسي في بيروت يعطل مراسم التنقيب. الحكومة الأردنية تعتزم استيراد الغاز من إسرائيل والنواب يحذرون الصفقة ستمول قتل الفلسطينيين. حملات المقاطعة الغربية للشركات الإسرائيلية تحبط صفقات بمليارات دولارات. أهلا بكم. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دق ناقوس الخطر. إسرائيل تسرق الغاز من المياه الاقتصادية الخالصة للبنان. الفراغ السياسي عطل إقرار المراسيم الراعية لقطاع النفط واهتمام الشركات العالمية بدأ يتراجع. جمال غربي. إسرائيل تسرق غاز لبنان، كمية كبيرة تسحبها شركات التنقيب من رقع داخل المياه اللبنانية. إسرائيل استبقت ترسيم الحدود البحرية وقرصنت مساحات من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. لما بده يستخرج من هون معناتها عم يستخرجوا حصتك وحصتهم، عرفت كيف؟ طبيعي في سرقة. انت لك ما هو فايت لعندك، هو بيعتبر مش فايت لعندك، هو بيعتبر ده حقه. فلما بده يستخرج، مجرد ما يستخرج من هون عم يسرقك. فإذا في سرقة هون وفي امكانيه السرقه لبعد هون، يعني ما هي دي مساحه، هي 800 كيلو، مش يعني مساحتهم مع بعض، هي مساحتها المنطقه، هي 850 او 860 كيلومتر مربع، يعني منطقه مش صغيره هاي. اسرائيل حددت في وقت سابق حدودها البحريه من دون الرجوع الى الامم المتحده او التنسيق مع الدول المعنيه. تل ابيب استغلت الفراغ السياسي وتاخر السلطات التشريعيه اللبنانيه في سن القوانين الراعيه لقطاع النفط. قوانين تصر جهات نيابية على الإسراع في وضعها موضع التنفيذ لحماية الثروات الوطنية. لماذا نستمر في هذه السياسة العرجاء، سياسة دفن الرؤوس في الرمال، سياسة التهرب من تحمل المسؤولية، وسياسة الاستمرار في الهدر في حقوقنا، سواء كان بمياهنا أو اليوم بغازنا وبنفطنا، في الوقت اللي نحن نحتاج إلى هذه الثروة في كل لحظة. وعلى الرغم من دخول دول كبرى على خط الوساطة، إلا أن التعنت الإسرائيلي وهفوات ارتكبتها حكومات لبنانية سابقة حالت دون الوصول إلى اتفاق ترسم بموجبه الحدود البحرية بين بلدين لم تجمعهما إلا الحروب. شرق المتوسط رقعة جديدة للصراع على الموارد، صراع ظهرت معالمه في توسع رقعة التنقيب الإسرائيلية في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان، وبانتظار توافق سياسي في بيروت تمضي تل أبيب في المزيد من نهب الثروات. جمال الغربي، بيروت، الميادين. قال الرئيس التنفيذي لشركة بي جي مصر أرشيد صوفي إن شركته استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لتنمية مشاريع التنقيب وإنتاج الغاز. وتعكف مصر على تعديل عقود الغاز مع كثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تحفيزها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، بعدما تحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له. خلافات حادة شهدتها أروقة البرلمان الأردني أثناء مناقشة نية الحكومة استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي في صفقة تقدر قيمتها ب 15 مليار دولار. الحكومة دافعت عن موقفها والنواب اعتبروا أن هذه الصفقة ستمول جيشا يقتل شعب فلسطين. تفجير الخط الذي يزود الأردن بالغاز المصري أكثر من مرة وانقطاع الغاز لم يترك لعمان سبيلا لتوفير احتياجاتها لتوليد الطاقة، إلا أن تتجه إلى استيراده من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل. هكذا ترد الحكومة على كل من ينتقد نيتها توقيع الصفقة مع الجانب الإسرائيلي والتي تقدر قيمتها ب 15 مليار دولار أمريكي، خاصة وأن اتفاقيات سابقة جرى توقيعها بين المطور نفسه والجانبين المصري والسلطة الفلسطينية. النية تتجه إلى شراء الغاز من حصة هذا المطور وليس من أي حصة أخرى، إن المصلحة الأردنية العليا أهم من أي اعتبارات أخرى.
رد النواب بالأغلبية أن استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي خيانة عظمى سيسأل عنها مستقبلا، وستمثل كلفة فاتورة قتل الأهل في فلسطين على يد المحتل الإسرائيلي، وأنه سيجعل إسرائيل تتحكم في موارد طاقة الأردن، مع التساؤل عمن يدفع الأردن في هذا الاتجاه. هل سنقبل بأن هذه التهمة ستلاحق أولادنا وأولاد أولادنا؟ هل سنقبل بدفع ثمن رصاص سيقتل أهلنا وقد يقتلنا؟ المسؤولية كبيرة ونحن أمام أصعب امتحان وأسهل امتحان. الغاز العربي والنفط العربي يستعمل هذه الأيام لحرق بعض الشعوب العربية ولتهجيرهم من وطنهم ولدعم الإرهاب، وهذا ساهم في زيادة أعباء الدولة الأردنية في احتضانها للأشقاء السوريين المهجرين قسرا من أراضيهم. الأردن الذي يستورد أكثر من 90% من طاقته وجد نفسه محاصرا بين أمرين، إما استيراد الغاز من دول الخليج العربي أو من الجزائر، وهو ما سيحتم عليه كلفة عالية جدا ستنعكس على المواطن لاحقا، أو بين استيراده عبر الأنابيب من الحقول الإسرائيلية في وقت لم تتجاوز أرباح شركة الكهرباء خلال الأعوام الأربعة الماضية 50 مليون دولار أمريكي. رفض نيابي وشعبي لاتفاقية استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي في وقت تؤكد الدولة أن الخيارات المتاحة أمامها شحيحة جدا، وأن مصلحة الدولة العليا هي الأهم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. معتز القيسية، عمان، الميادين. أصدرت لجنة تحكيم دولية قرارا يقضي بأن تدفع إسرائيل لإيران مبلغ 50 مليون دولار لقاء حقوق إيران المفقودة في شركة خط أنبوب إيلات أشكالون لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. صحيفة ذا ماركر الاقتصادية كشفت أن الشركة الإسرائيلية كانت تشغل عدة ناقلات نفط عشية الثورة الإسلامية في إيران، وكانت تسيطر على 800,000 طن من النفط الخام، وكان يتعين على الشركة الإسرائيلية أن تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك قبل أن تلجأ طهران إلى المحاكم الدولية أمام رفض إسرائيل. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا نفطية بالتآمر لخفض أسعار النفط، ورأى أن الانخفاض الشديد والمفاجئ في أسعار الخام ليس بسبب عوامل اقتصادية فقط، بل هو مؤامرة سياسية حكتها دول بعينها ضد مصالح العالم الإسلامي. وأقرت إيران أخيرا ميزانيتها للعام الحالي على أساس 100 دولار لسعر برميل النفط، بينما يتداول سعر مزيج برنت دون 66 دولارا في الوقت الراهن. فيما تسعى دول عربية لكسب ودي تل أبيب تقاطع البرازيل منتجات عسكرية إسرائيلية، وفي حين يفضل بعض الخليجيين الاستضافة على شواطئ حيفا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخسر شركة فرنسية 26 مليار دولار لارتباطها ببرامج إسرائيلية. نجحت حملة حركة مقاطعة إسرائيل BDS وحلفائها في البرازيل في تعطيل صفقة كبيرة بين شركة إلبت الإسرائيلية وحكومة ولاية ريو غراندي سول. الشركة الإسرائيلية تورطت في بناء سور الفصل العنصري في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، كما تورطت في تجهيز جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرات بدون طيار، وكان لها دور كبير في قتل الفلسطينيين إبان العدوان الإرهابي على قطاع غزة. قتل الفلسطينيين في قطاع غزة باستخدام طائرات هيرمس 900 التي تصنعها إلبت اعتبرته الشركة نجاحا وروجت للنجاح المزعوم، وارتفع سعر سهمها، حيث توقع المستثمرون ارتفاع الطلب على منتجات الشركة، لكن توسع دائرة المقاطعة سيكون له انعكاسات سلبية على نشاط الشركة. تجربة مشابهة خاضتها شركة فيوليا الفرنسية، حملات المقاطعة كبدتها 26 مليار دولار من الخسائر، فبعدما تورطت في إنشاء قطار في مدينة القدس المحتلة تزايدت الحملات المنادية بمقاطعتها، فعملت الكويت إلى إلغاء عطاء بقيمة 750 مليون دولار. المفارقة أن شركة ديار القطرية والتابعة للصندوق السيادي القطري اشترت عام 2010 حصة تبلغ 5% من رأس مال مجموعة فيوليا،
ومطلع العام الجاري توقع وزير المالية الإسرائيلي يائير ليفيد أن تصل خسائر بلاده نتيجة حملات المقاطعة الغربية إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، إضافة إلى فقدان 10,000 وظيفة. ويبدو أن الشركات الإسرائيلية ستواجه خسائر إضافية، ومنها شركة إلبت التي سوقت لطائراتها على أنها خضعت لتجربة ميدانية حقيقية، تجربة كان ثمنها دم أكثر من 2000 فلسطيني. انقلب عليها السحر، وحملة المقاطعة بدأت تثمر في الغرب قبل الشرق. وافق مفاوضو الميزانية في الكونغرس الأمريكي على مشروع لإنفاق 1100 مليار دولار، منها 351 مليون دولار لتمويل القوبة الحديدية في السنة المالية 2015. ويتضمن مشروع الإنفاق الأمريكي المقدم إلى الكونغرس للتصويت عليه رفع الدعم المالي لنظام القوبة الحديدية الإسرائيلي للصواريخ الاعتراضية إلى 1,200 مليون دولار. طالب البابا فرانسيس المستهلكين والشركات والدول بفضح الممارسات التي تجيز انتشار العبودية الحديثة، داعيا إلى مكافحة جميع أنواع الاستغلال ومنع الاتجار بالبشر والعبودية. وأكد البابا فرانسيس وهو رئيس الكنيسة الكاثوليكية أن المستهلك الغربي مدعو إلى تبني المسؤولية الاجتماعية ورفض شراء منتجات يحتمل أن تكون مصنعة عبر استغلال آخرين، ودان اعتقال المهاجرين في ظروف غير إنسانية بعد هروبهم من مناطق النزاع ومرور برحلة شاقة وخطيرة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net. شكرا والسلام عليكم.